احنا النهاردة هنتكلم عن بالنسبة للطلبة المسجلين instrumental analysis. اول توبيك في instrumental analysis اللي هو الاسبكتروفوتومتري. ايه معنى الاسبكتروفوتومتري؟ طبعا دي طريقة بنستخدم فيها اللايت فور ايه فور ديترمينيشن فور لايت ابزوربشن، يعني كل المواد اللي هي الاورجانيك كومباوند بتمص بيحصل ابزوربشن للايت فيها. كميه اللايتس اللي بتمتص دي كان بي ميجرد او ريبريزنت بردك بتدل على الكونسنتريشن بتاع السبستنس. طيب عشان كده الطريقه دي بستخدمها بردك في الكواليتي كوانتيتيف اناليسيس. احنا لسه كوانتيتيف اناليسيس، احنا خدنا قبل كده الفولومتريك. الطرق النهارده بتاع الانسترومنتال بستخدم فيها انسترومنتيشن. يبقى انا عايزه اشوف جهاز انسترومنت الاسبكتروفوتومتر بيقيس لي الماده عن طريق كميه اللايتس اللي هي بتمص. طيب بالنسبه لي هل هي بس كوانتيتيف؟ لا، دي كان بيوز فور ايفن qualitative analysis، لأن كل مادة مختلفة عن التانية وحسب الاستراكشر بتاع المادة بيحصل ايه عندي لها كيرف، بيحصل فيه كيرف بيبقى لها لمبة ماكس ماكسيمم ابزوربشن غير المادة الأخرى، وعلى هذا الأساس بستخدمها فور qualitative analysis برضه. طيب عشان كده قبل ما هدرس عملية الابزوربشن اوف لايت with the substance to be analyzed يبقى لازم هدرس عندي أول حاجة هدرس اللايتس. هدرس إيه؟ اللايتس. طب إيه هو اللايتس يا ولاد بقى؟ ده هنشوف إيه هو اللايتس اللي أنت بتشوفه ده، الضوء العادي اللي أنت شايفه أو الضوء اللي جاي من الشمس بتاع ربنا. ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن radiation، عبارة عن إيه؟ radiation. طب هل الراديشن دي واحدة ولا مختلفة؟ لا، ده الراديشن دي كتير، في منها ممكن بشوفه اسمها visible radiation، وفي منها ما اقدرش اشوفه اسمها ultraviolet radiation، وفي radiation كتير جدا اللي هي زي الاكس راي واللي في عندي الراديو ويف والجاما ويف، وفي عندي الراديشن برضك بتاع الراديو، الراديو بتاع الراديو اللي بقدر اسمع بيها الراديو. طب ايه ايه اللي بيتحكم في الراديشن دي؟ ايه اللي بيتحكم؟ احنا خدنا قبل كده في جنرال فيزيكال، خدنا اللي بيتحكم في نوع الراديشن اللي هو ايه، اللي هو في منها اولا هي مش لون واحد، لا ده من الفيزيبل بالذات الوان كتير، منها مثلا الريد، من الريد للبلو للفايولوت، وهنشوف دلوقتي الالوان الكتيره بتاعه الراديشن، ويمكن انت شفتها في بعض الحالات في الرينبو اللي بيظهر في السماء كمان ساعات كده، نتيجه لان بيجي بعض الانرجي نتيجه للرعد او التفاعلات اللي بتبقى في الجو اثناء المطر او الرعد، بيحصل تحلل لبعض الايه الراديشن دي، فببص الاقي ابص منها جميع الالوان الطيف باينه في السماء عندي الرينبو. طب ايه اللي بيخليها كده الالوان مختلفه؟ ايه اللي بيخليها؟ هنشوف ايه دلوقتي اللي بيتحكم في الحاجات دي، حاجه اسمها ايه، طول الموجه. طول الموجه الويف لينث بتاعتها، وايه تاني؟ طول الموجه اللي بيتحكم فيه ايه نتيجه ايه؟ نتيجه لحاجه اسمها الفريكوانسي، نتيجة اسمها ايه؟ الفريكوانسي. وهنشوف ايه هو الفريكوانسي، وهنشوف ايه هو طول الموج. يبقى على هذا الاساس يبقى انا دلوقتي لازم في اللايت، لما ادرس اللايت احنا خدناه قبل كده برضك في جنرال فيزيكال، لكان بيتشابه مع حركة الالكترونز في الاتومز وعشان كده درسناه. هنا في نفس الحكاية بقى، هنا هدرس اللايتس على طبيعته. اللايتس زي ما انت شايف كده راديشن كتير 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 كتير، وبيتحكم فيها زي ما قلت لكم اللي انواعها اللي هو طول الموجه، وعشان كده بقول عليها بولو ايه كروماتيك. بولو يعني مش واحده بس،
لا بتبقى عدد كبير من الراديشن، وبتتقسم هنشوفها بتتقسم لانواع ايه اكوردنج لايه برضك، بتقول الموجه. يبقى اول حاجه زي ما انت شايف في الصفحه الاولانيه، هو عندك في عندك لايتس، اللايتس بيمشي في ايه، في ويفز، في ويفز. خلاص الويفز دي عباره عن ايه اللي هي وهي ماشيه بتمتد في خط ستريت كده، الويفز دي وهي ماشيه بروباجيت ان ستريت كده، وهي ماشيه في الخط الستريت ده هيت وبتمتد بسرعه. ايه بتحصل عندي نوعين من الماجنتيك فيلد والالكتريك فيلد، بيبقوا الاثنين عمودين على الموجه دي على طول الموجه. يبقى وهي ماشيه اللايتس ده هو ماشي بيحصل فيه عند الكتريك فيلد وفي ماجنتيك فيلد، وعشان كده سميت اللايتس ده طالما هو له التو بروبرتيز دهيت يا جماعه، اللي هي بالنسبه للويفز. ها خلاص، طب ايه اللي بيخلي الويف يمتد وبروباجيت ويمشي؟ يبقى في نتيجه ليه حاجه تانية. يبقى احنا عرفنا في ويف بروبرتيز هندرسها، يبقى في عندي ويف بروبرتيز هندرسها. طب ايه تاني هدرسه بالنسبه لللايتس؟ ده اللايتس بيمشي بيمتد يبقى له سرعه، يبقى في معنى كده في انرجي، يبقى معنى كده ان له ويف بروبرتي وله ايه تاني، انرجي بارتيكل بروبرتي، انرجي بارتيكلز بروبرتيز. ونتيجة لكده بسميت اللايتس عندي دي التو بروبرتيز بتاع اللايتس سميته دبل نيتشر اوف لايت، او بقول عليها الدايوليزم. لما اقول لك ايه هو الدايوليزم تبقى نتيجة ايه، ان اللايتس اللي موجود اللي ربنا خلقه ده بيبقى له حاجتين مهمين جدا، ويف بروبرتيز وانرجي بارتيكلز بروبرتيز. لازم تبقى عارف الحاجتين دول بالظبط. يبقى اول حاجه هندرسها الويف بروبرتيز، احنا خدتوها قبل كده في جنرال فيزيكال. الويف لينس زي ما انت شايف اهوت، ايه الويف بروبرتيز؟ اول حاجه لها لينس، اللينس دي منين لمنين؟ من كريست، شايف انت الويف اهوت الرسمه في صفحه 4، من ان التوبس تو توبس بين تو ويفز دي بقول عليها كريست، يبقى المسافه دي اسمها ويف لينس. خلاص بقيسها ازاي؟ لاما بقيسها بالمايكرون اللي هو 10 اس ناقص 6 ملليمتر، لاما بقيسها بالملي مايكرونز اللي هي 10 اس ناقص 9 من المتر، لاما بقيسها بحاجه اسمها ايه؟ انجسترون. الانجسترونز هو عباره عن ايه الانجستروم؟ الانجستروم عباره عن كل مايكرون، كل ملي مايكرونز، كل ملي مايكرونز بيساوي 10 انجستروم. خلاص يبقى بقيسها لأما حاجة من الثلاثة دول. طيب يبقى أول حاجة عرفت الويف لينس المسافة بتاعتها هي ازاي وبقيسها ازاي، المسافة وعرفت بقيسها ازاي. طب مش معقول طبعا هقيسها بالسنتي ولا بالمليمتر ولا كده، لا قلت بقيسها بالملي مايكرون، الملي مايكرون أو الانجستروم. طب نيجي بقى نشوف الفيلوسيتي بتاعتها، السرعة بتاع الضوء ده، قال لك الفيلوسيتي بتاع السرعة دي ثابتة، ثابتة وهي عبارة عن ما بتتغيرش، وهي عبارة عن ايه؟ عن الفيلوسيتي عبارة عن 300,000 كيلو متر في السكند، ده الفيلوسيتي بتاع الضوء. طب اللهم ايه اللي بيتغير؟ اللي بيتغير عندي ايه؟ الويف لينس. يبقى ايه اللي بيغيرها؟ اللي بيغيرها ايه؟ الحاجة هنشوفها دلوقتي اسمها الفريكونسي، هو تردد بسرعة، التردد، التردد بتاعها. طيب بالنسبة لي زي ما قلت لكم برضه عشان تبقى عارف، طول الموجة اللي احنا قلنا عليه الويف لينس ده بيختلف في حال من الحاجات في رينج معين من 400 ل 800، ده فيزيبل ممكن اشوفه بعين المجردة، وزي ما قلت لكم عليه الرينج. طب في حاجة اسمها invisible radiation ما بقدرش اشوفها، اللي هي بتبقى بقى من اقل من 400، من 200 تقريبا، من 400 وتوصل لحد 200 نانومتر، نانومتر اللي هو ايه ملي مايكرونز او نانومتر. طب الرينج ده هو ده ما بقدرش اشوفه بعيني، اللي هو اليو في والانفراريد. خلاص ده بالنسبه للويفلينث. خلاص طب زي ما قلت لكم بقى اللي بيتحكم عندي خواص بتاع الويفلينث دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد زي ما قلت لكم على الفريكونسي، الفريكونسي اللي هي فاكرين انتوا خدتوا في ثانوي العجله او الايه
هيرتز او ايه الهيرتز. الهيرتز اللي هو عبارة عن بتسمعها ساعات في الراديو ويقول لك ات ايه دي طول الموجة عند كام هيرتز، اللي هو ايه الفريكوانسي بتاعها، اللي هي بقول عليه النيو اللي انت شايف قدامك اهوت اللي هو في صفحة 5 الفريكوانسي اللي هي نيو، وعبارة عن تعريفها ايه الويف نمبر اوف ويف بير سكند، نمبر اوف ويف بير سكند خلاص. طيب وعلى هذا الاساس يبقى كل ويف لها فريكوانسي معين. طيب اللي هو العجلة بتاعتها، طب هل الفريكوانسي ده اللي هو في علاقة بينه وبين الويف لينث؟ طالما السرعة ثابتة السي كونستانت ثابتة خلاص، يبقى كن السرعة بتساوي ايه؟ بتساوي المسافة في العجلة بتساوي الويف لينث في الفريكوانسي خلاص. يبقى كن الفريكوانسي بيتناسب عكسي مع الويف لينث، يعني كل ما كانت الويف لينث صغيرة ها اللي هي الويف لينث صغيرة يبقى الفريكوانسي عالي، ولما الويف لينث بتزيد الفريكوانسي بيقل. دي مهم جدا العلاقة دي، يبقى في علاقة عكسية بين الفريكوانسي والويف لينث. طيب نيجي بعد كده حاجة اسمها ويف نمبر. ايه هو الويف نمبر؟ هو عبارة عن اللي هو النمبر اوف ويف بير سنتي، النمبر اوف ويف بير سنتي، ودي طبعا بتساوي ايه بيتناسب ايه مع عكسي برضك مع الويف لينث، عكسي مع الويف لينث. نيجي كده نشوف بقى، يبقى دي بالنسبة للويف بروبرتيز عرفناها كلها خلاص. نيجي بقى نشوف البارتكلز بروبرتي او اللايت از انرجي. مش باللايت بيمشي ولو سبيد يبقى لازم له انرجي. طب الانرجي دي بت ايه؟ زي ما قلت لك انرجي، كل ما كانت الانرجي عاليه كل ما كان الفريكوانسي عالي. يبقى كان الاي في المعادله في صفحه 7 الاي بتساوي الاتش في النيو. طب ايه هي الاتش دي؟ حاجه اسمها البلانك كونستانت، وده ثابت ومعروف عندك اهو. طب امال النيو دي اللي هي الفريكوانسي، يبقى كان الاي بتتناسب طردي مع الفريكوانسي والاي بتتناسب عكسي مع الويف لينث. دي مهمه جدا العلاقه دي، الاي بتتناسب عكسي مع الويف لينث وبتتناسب طردي مع الفريكوانسي وبتتناسب طردي برضك مع الويف نمبر. لازم تعرف الحاجات دي كلها خلاص. طيب نيجي بعد كده زي ما قلت لك في عملية الاناليتيكال بيربوس عندي اللي هي اللي انا بستخدمها فور اللايت او الانرجي فور ابزوربشن، انا بستخدم هنا الفيزيبل والالترا فايولت. ليه؟ لان هما دولت هاي انرجي، لهم هاي انرجي خلاص، فعشان كده بستخدمهم فور كوانتيتيف اناليس. بعد كده بنشوف اهوت في دايجرام في صفحة 8 بيبين لي الانواع الراديشن اللي موجوده في اللايتس اللي هي ايه بقى. نبتدي عندك الفيزيبل اهو، عندك في الفيزيبل اللي احنا قلنا من 400 ل 800، والوانه ايه بقى؟ عندك الالوان بتاعته اللي هي ايه الانديجو بقى، الالوان بتاعته في عندك من الفايولوت خلاص لحد الريد. لما بيمشي في اتجاه البلو والفايولوت بقول ان هو ايه بلو شيفت، بيبقى بايه بيروح في الاقل. لما بيمشي في الويف لينس الاكبر من الناحيه الثانيه بشوف للريد بقول عليه ريد شيفت خلاص. يبقى ده الفيزيبل اهو من 400 ل 800، احفظها كويس. طب امال لما بيروح بعد كده بقى لليو في، بعد ال 400 بتبتدي اليو في على طول وتوصل لحد 200، وتوصل لحد ايه 200 نانومتر، يبقى ده اليو في. بعد اقل من ال 200 نانومتر بتبتدي بقى الاكس راي اللي بيستخدموها بقى الاكس في الاشعاعات والحاجات دي الاكس راي. طيب تيجي بقى الفيزيبل بقى تاني بقى في ناحيه الريد شيفت في الريد. طب بعد الريد بيبقى ايه؟ بتبقى الاي ار الانفراريد خلاص. وبعد الانفراريد بتبقى بعد ال 800 بقى في الاي ار دي وال 1000 وتوصل ل 1000 وي. طب وبعديها بيحصل ايه؟ المايكروويف خلاص، الويف لينس بتكتر بتزيد. لما الويف لينس بتزيد التردد بيقل، واخدين بالكم؟ الانرجي بتقل.
طيب الراديو، وبعدين الراديو ويف برضك نفس الحياة، بيبقى في عندي مايكروويف، وعشان كده بقولك ان المايكروويف الاستخدام بتاعه ما بيبقاش خطر. ليه؟ لان الانرجي فيه قليلة، وكل اللي بيحصل فيه ان بيحصل انك انت بتروح بتحرك البارتيكلز، نتيجة حركة البارتيكلز بيحصل نوع من الهيت بيحصل، بتخبطهم في بعض بيحصل هيت، وبيسخنوا الحاجة اللي بتحطها في الميكرويف. طيب يبقى ده بالنسبة اهو، يبقى في علاقة عندك اهوت بين الانرجي والويف لينث اللي انت شايفها اهو، اللي هي كل ما بتروح ناحية اليمين الانرجي بتزيد، ديكريز الانرجي خلاص، الويف لينث ديكريز خلاص، الانرجي انكريز خلاص، كده علاقة عكسية بينهم الاثنين. طب نيجي بعد كده نشوف الانتر اكشنز ايه، يعني لما بيبقى الضوء على السبستنس مع السبستنس ويز الكترو ماجنتيك راديشن. واخدين بالكم من تسمية الكترو ماجنتيك راديشن؟ ات مينز الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد للراديشن. ايه اللي بيحصل الالكترومغنيتيك راديشن؟ تيجي ان انا عندي لو المولكيولز فيها الكترونز اللي هي في الاوتر شيل، في الاوتر شيل بتاع الالكترونز دي، لما بتاخد الراديشن او بتاخد الانرجي خلاص، انا قلت بناخد الفيزبل والالترا فايلوت عشان هاي انرجي، فبيعملوا ايه؟ فبيبقوا رافعين الالكترون تو هاير انرجي ليفل خلاص، وعشان كده بقول عليهم ترانزيشنال انرجي، بقول عليهم ايه؟ ترانزيشنال ايه؟ انرجي خلاص. طيب لو كانت بتاخد انرجي قليله اللي هي الويف لينث بتاعتها عاليه خلاص، زي الاي ار، بيحصل ايه؟ عندي حاجه اسمها فايبريشنال انرجي، اللي هي بيحصل ان النيوكلياي الكونستيتيومنت بتاع النيوكليار بتقعد يحصل لها تتهز بس شويه. طيب لو خدت عندي انا نوع تاني من الانرجي اللي هي الفار اي ار، بعدنا شويه الفار اي ار خلاص، بيحصل حاجه اسمها ايه؟ الملكيول بتقعد تلف حوالين نفسها اكسس كده اهوت، بس ما بتحصلش الالكترون ترتفع ولا حاجه، دي اسمها روتيشنال انرجي، ودول بستخدمهم فور ايدنتيفيكيشن للجروبس بتاع الدراجز. طيب نيجي بعد كده نشوف عندي، شوف لما ابص اقارن بس عشان تبقى عارف، في صفحه 9 في عندك في السطر الثاني في عندك الريليشن ريلاتيف انرجي بتاع الترانزيشنال اللي هي بتاع اليو في والفيزبل، اللي هي عباره عن 10,000، وبعدين بعديها ب 100,000 بس الفايبريشنال، وواحد الروتيشنال انرجي خلاص، اللي احنا قلنا عليهم بتاع الاي ار وبتاع الفار اي ار. طيب نيجي بعد كده عايزين نعبر عن الانرجي دي يا جماعه. الانرجي دي ما انا قلت لك انا الالكترونز بتاعتي وهي في الجراوند ستيت خلاص بتبقى في الجراوند ستيت، لما بتطلع الهاير انرجي ليفل بيبقى في عندي ليفل عالي، يبقى في الجراوند ستيت بتبقى في انرجي. يبقى الفرق بين الانرجي في الجراوند ستيت وبين الاكسايتد ستيت اللي هي دلتا اي، اللي هي بتساوي ايه؟ قلنا احنا قلنا الاي بتتناسب مع النيو مع البلانك كونستانت النيو، يبقى كان الدلتا اي بتساوي الاتش اللي هي البلانك كونستانت في النيو اللي هي الفريكونسي خلاص. طيب طب لو انا اديت الموليكيول طاقه زايده عن الترانزيشنال دي، اللي بيحصل لها بيحصل لها فوتوليسيس، بتتكسر، بيحصل لها حاجه اسمها فوتوليسيس يعني بتتكسر خلاص. طب بعد كده هل الانرجي اللي هي ابزورب باي ذا مولكيول او سبستنس دي بتفضل في البتاع ولا بتخرج تاني؟ لا ده بتخرج تاني، بيحصل لها اميشن، بتخرج، وبتخرج على هيئه ايه؟ لو خرجت على هيئه عندي ممكن بتخرج على هيئه وهي نازله، لو هي خرجت على هيئه بيحصل مولوكولار كولوجن، يتخبطوا في بعض ويحصل لوس للانرجي وتضعف وتروح واقعه تاني نازله في الجراوند ستيت، بتبقى خارجه على هيئه هيت، على هيئه ايه؟ هيت.
ولكن لو خرجت على هيئة إنها حصل لها اتحولت لها specific wavelength، خرجت على هيئة wave لها specific wavelength، لا مهمة جدا الحتة دي specific wavelength، خلاص هي بتخرج energy أقل من اللي absorbed بس بتبقى لها specific wavelength، يبقى لها form تاني شكل تاني، خلاص يبقى في الحالة دي بتبقى emitted as fluorescence or phosphorescence. يمكن انت سمعت عن اللاندا فلوريسنس او اللاندا، او سمعت عن حاجه الفلوريسنس. الفوسفوريسنس اللي هي بشوفها بعيني زي اللاندا الفلوريسنس، انما الفلوريسنس ما بقدرش اشوفها، هي emitted energy لها الاثنين لهم specific wavelength. عشان ايه معنى كلمه specific wavelength؟ يعني لهم quantity energy، يعني ليهم ايه الاي بتاعتهم specified، يعني quantized، يعني as specific wavelength، مش لازم تبقى زي الابزوربت ولكن لهم specific wavelength. طب نيجي بعد كده نشوف بقى ايه اللي بيخلي الايه الابزوربشن اوف لايت، ايه اللي ليه بيحصل ابزوربشن. انا عندي المولكيول دي الاورجانيك مولكيولز او الاورجانيك كومباوند، عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن ايه؟ عن زي مثلا بنزين رينج هيتيرو سايكليك رينج مع بنزين كذا مولكيول من البنزين وهكذا، او هيتيرو مع كذا سايكليك من البنزين، او المهم كل الرينج اللي موجوده في الاورجانيك كومباوند بيبقى اللي فيه عندي بوندز، لا اما في سنجل بوند، لا اما في دبل بوند، لا اما في نون بوندنج الكترونز. يبقى الالكترونز اللي هتاخد الانرجي الموجوده بتبقى موجوده لا اما سنجل او في سنجل بوند او في صوره دبل بوند او في صوره ايه او في صوره نون بوندنج. نون بوندنج يعني ايه؟ زي الهيتيرو كومباوند اللي هي اللي فيها الN والS والO، بيبقى عليهم لون بير اوف الكترونز ان شيرد، فدول من السهوله بتاع انهم بياخدوا انرجي ويطلعوا الهاير انرجي ليفل. طب لو كانت سيجما، السيجما دولت عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن سيجما بوند عباره عن الS. عارفين لما كان في عند الS اوربتس، الS orbitals التو الكترونز بيمروا مع بعض في linear relationship مع بعض وبيبقوا stable، خلاص فبيحتاجوا energy عالية قوي قوي عشان يحصل لهم excitation، وبالتالي لو اديت الانرجي دي بتتكسر، ممكن اللي يحصل photolysis للدراج. طب امال الباي بوند بقى اللي هم دبل بوند؟ الدبل بوند بتيجي نتيجه ايه؟ بتبقى الالكترونز تو الكترونز بيعملوا بيلفوا في صوره سبايرال زي السبايرال كده هم مع بعض، ونتيجه لانهم بيعملوا تو سبايرال مع بعض يعمل شيد بس من الالكترونيجاتيفيتي، شيد من الالكترونيجاتيفيتي. عشان كده لو انا اديت انرجي ليهم بيحصل لهم اكسيتيشن بسرعه اكتر من الايه، من ما بيبقوش يعني يحصل لهم اكسيتيشن احسن من لو هما اقل ستابيليتي من الايه، من السنجل بوند. طب امال النون بوندنج؟ النون بوندنج دول يا اولاد زي ما قلت لكم برضك ممكن ياخدوا انرجي ويحصل ويطلعوا لهاير انرجي ليفل. طيب يبقى معنى كده المسؤول عن العملية الابزوربشن دي عندي ايه؟ الايه؟ هنشوف في حاجتين مهمين جدا جدا مسؤولين عن الابزوربشن. في جروب اسمها كروموفور، كروموفور ودي عبارة عن دبل بوند، دبل بوند زي ما انت شايف اهو، مع عندي في الكروموفورم في صفحة 10 في الآخر الكروموفورم اللي هي كربون دبل بوند سي سي، أو كربون وبعدين دبل بوند أكسجين، أو نيتروجين وأكسجين، كل دول زي ما أنت شايفهم اهوت، دول عبارة عن إيه يا جماعة؟ عن كروموفورم، وهم دول اللي بيبقوا ريسبونسبل فور إلكترونيك أبزوربشن، اللي بيمصوا لو أنا اديت طاقة بيمصوا الطاقة ويرفعوا للالكترون لهاير انرجي ليفل. خلاص يبقى في عندي اهم حاجه في الابزوربشن اللي بتعمل ابزوربشن اللي هي الكروموفور، ما لازم الجروب يكون فيها كروموفور. وبالتالي بقى لو كان الارنجمنت بتاع الدبل بوند ده كونجيوجيتد زي البنزين دبل بوند سنجل بوند، ده اقل حاجه
حلقة البنزيل دي أقل حاجة فيها conjugated، لأنها بنزين رينج واحدة وفيها دبل بوند سنجل بوند دبل بوند، يبقى عملية الكونجيجيشن بتاع الدبل بوند دي بتساعد على عملية الأبزوربشن، يبقى دي كرومو فور جروب. طب هل في حاجة تانية غير الكرومو فور جروب؟ اه، في حاجة اسمها أكسوكروم. ايه هي بقى الأكسوكروم دي؟ دي اسيستنس، مساعد، عارفين المساعدين بتوع العربية، المساعدين اسيستنج، مش الموتور بقى، لا المساعدين هم اللي هو الأكسوكروم. ودولت زي ايه؟ لو كانت المولوكيول دي اتاتشد، اللي هي زي البنزين رينج، اتاتشد ب او اتش جروب او ب ان اتش 2 جروب او بكلورايد، لو كون اتاتشد بالجروب دي فبيحصل عندي ايه يا اولاد؟ دول عباره عنهم مساعدين، مساعدين بتزود الابزوربشن، بتزود الابزوربشن، بس مش ريسبونسبل، مش هم دول اسيست بس، انما الريسبونسبل فور ابزوربشن اللي هي الكرومو فور. خلاص كده، خلاص. نيجي بعد كده بقى نشوف الترانزيشن ده، التايب اوف ترانزيشن زي ما قلت لكم، لا اما سيجما اللي هي دبل سنجل بوند، لا اما الباي اللي هي دبل بوند، ها، لا اما نون بوندنج الكترون اللي هي الان نون بوندنج الكترونز. خلاص، وزي ما انت شايف السنجل اللي هي موست ستيبل، تليها بعد كده الهاير انرجي عن السيجما اللي هي الباي، و الهايست ليفل اوف اوف انرجي اللي هي نون بوندنج، اللي هي ايه؟ نون بوندنج الكترونز. طب نيجي نشوف البيست ترانزيشن بقى، احسن ترانزيشن بيحصل عندي في الايه بالنسبه لليو في او الفيزيبل الترانزيشن. طيب طبعا زي ما قلت لكم، لو انا عن الالكترونز لو موجوده عندي في الجراوند ستيت بتبقى موجوده لا اما سيجما لا اما باي لا اما نون بوندنج، بياخدوا انرجي ليفل بيرتفعوا للهايست بقى انرجي ليفل، فبيروحوا لفين بقى؟ لا اما بيروحوا للباي ستار او السيجما ستار. طبعا من السيجما ستار، من السيجما للسيجما ستار ده هاي، شايف المسافه كبيره ازاي؟ بياخدوا انرجي عاليه قوي قوي عشان يحصل لهم اكسايتيشن، وبالتالي ممكن تتكسر مني الملوكيول، يبقى ما اقدرش اقول ده ذا بيست ترانزيشن. طب امال من البيست ترانزيشن ايه؟ يبقى هنا لو انا عندي من الباي للباي ستار، من الباي للباي ستار، من الباي للباي ستار، ده ذا بيست ترانزيشن. خلاص، اللي هو دايما اقول لك في اليو في ايه هو البيست ترانزيشن؟ من الباي للباي ستار. خلاص، الالكترون تطلع دي باليو في والفيزيبل. طيب انما عندي لو طلعت عندي من الان، الان ل سيجما ستار او الان الباي ستار، ده برده بيبقى يعني بيبقى في ترانزيشن، بس ذا بيست ترانزيشن زي ما قلت لكم اللي هي الباي، الباي باي ستار. خلاص كده، لازم تعرفها دي كويس قوي. نيجي بعد كده نشوف بقى عملية ايه، اي مولكيول بتمص في كل حتة يحصل ابزوربشن، عند اي جروب الاقي في كيرف. فلو جيت عملت انا عملت في سولفنت، دوبته في سولفنت وعملت ابزوربشن للكيرف، هلاقي في عندي كيرف. لو كانت المولكيول بتمص في اليو في، هلاقي يحصل عندي ابزوربشن لحد في اليو في، لحد ما يجي اخر السولفنت بقى بيجي يحصل عندي ايه؟ كات اوف، كات اوف بعد ال 200 بقى، ماليش دعوه بتاع السولفنت بقى اللي هو ايه؟ زي ما ادوبها في ميثانول، في ايثانول، في اي حاجه بيحصل كات اوف بعد ال 200، انما انا عندي بتمص في اليو في او بتمص في الفيزيبل عندي. خلاص؟ طيب نتيجه لعمليه الابزوربشن ده بيحصل عندي سبيكتروم، ها؟ بيحصل عندي ايه؟ كيرف، كيرف زي ما قلت لك. لو جيت عملت علاقه بين الابزوربشن والويف لينث اللي انت شايفها اهو، هبص الاقي في كيرف بيطلع عندي. خلاص، وفي عندي بيحصل ريكورد، الجهاز بتاع السبكتروفوتومتر بيعمل ريكورد للكيرف ده. خلاص، وبلاقي في ماكسيمم ويف لينث، بلاقي ايه؟ ماكسيمم اللي هي بقول عليها لمبا ماكس، لمبا ماكس. فاقوم انا لما احب اعين الماده او اقيسها، ها، او اقيس الكونسنتريشن بتاعها، استخدم اللمبا ماكس. ليه؟ دي اعلى حته عندي، يبقى معنى كده ايه؟ طالما ان هي اعلى حته يبقى مور سنسيتيف،
يبقى عشان ازود السنسيتيفيتي يبقى انا بستخدم اللمبه ماكس فور ميجرمنت ليه؟ تو انكريز السنسيتيفيتي خلاص، وفي نفس الوقت تو مينيمايز الايرور. يا ريت تحط تحتها خطين ثلاثة تو انكريز، هي اخر باراجراف في الباراجراف في صفحة 14، تو ان اوردر تو انكريز سنسيتيفيتي اند تو مينيمايز الايرور اوف ذا اناليتيكال ميثودز، اللي هو الايه بقيس عند اللمبه ماكس. طيب وبعدين في نفس الحاجه انا بقيس هنا الكومباوند عند اللمبه ماكس، طب في نفس الحاجه كل كومباوند له لمبه ماكس لوحده، يبقى معنى كده بقدر اقيسه كوانتيتيف وكواليتيتيف. طيب هل اللمبه ماكس دي ما بتتغيرش ولا ممكن ايه اللي ياثر عليها ويغيرها؟ لا، في حاجات لو الدراج بتاعي ده هو بي اتش سنسيتيف، يعني بيتغير من اكوردنج للبي اتش، يعني في جروبس بتتغير نتيجة تغيير البي اتش مثلا، يبقى في الحالة دي بيحصل عندي لازم شيفتنج لللمبة ماكس، شيفتنج ليها. طب في الحالة دي اقيسه عند ايه؟ اقيسه فين؟ طب انا مع لو انا الادراك بتاعي مثلا هقيسه في صوديوم هيدروكسيد مثلا، ما بيدوبش الا في الالكالاين، ودوبت الصوديوم هيدروكسيد في صوديوم هيدروكسيد، يبقى مش هيبقى ليه سبيسيفيك ويف لينس. يبقى في الحاله دي لازم اشوف له ويف لينس معينه اقيسه فيها. ليه؟ لان نتيجه ان انا دوبت الصوديوم هيدروكسيد او لو كان اسيدك ودوبته في اتش سي ال بيزك ودوبته في اتش سي ال، يبقى في الحاله دي حصل تشينج او حصل ري ارينجمنت للبوندز اللي موجوده. نتيجه للري ارينجمنت للبوندز دي النتيجه ليها حصلت تشينج في الايه في الايه في الـ في الـ في الويف لينث خلاص. يبقى في الحاله دي يا جماعه نتيجه اللي بيحصل ده بيحصل عندي حاجات ما هنشوفها دلوقتي في الصفحه ال 15 في الرسمه اللي تحت خالص دي. بيحصل عندي اربع فينومينا. ايه هم الفينومينا دولت؟ للبي اتش سنسيتيف دراكس، خد بالك بيحصل عندي ممكن يحصل لها ايه؟ ممكن ان يحصل عندي هايبر كروميك افكت، يعني بترتفع اللمبه ماكس الابزوربشن بتزيد، او ممكن يحصل ايه يا اولاد؟ ممكن يعمل هايبو كروميك افكت، بيقل، ممكن يقل، حلو قوي. طيب او ممكن يحصل ايه هنا الويف لينس عندها هي زي ما هي خلاص، او يحصل ايه؟ ممكن يحصل شيفت للويف لينس نفسها للماكسيمم ويف لينس للباسو كروميك شيفت، باثو كروميك شيفت اللي يعني للبلو شيفت، باثو كروميك شيفت يعني بتروح يمت البلو بتزيد، سوري باثو كروميك شيفت يعني بتروح للريد شيفت، او هيبس كروميك شيفت يعني بتروح لل ال 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 البلو شيفت، يعني بتقرب من ناحيه اليو في، بتقرب من ناحيه 400 الهيبسو، انما الباسو بتروح ناحيه ال 800، عشان كده بقول عليها ريد شيفت او هيبسو كروميك شيفت. خلاص كده يبقى ده اللي بيحصل عندي لما اجي اقول لك الافكت اوف بي اتش على الافكت او اللمبه ماكس شيفت او الافكت اوف شيفت بتاع اللمبه ماكس. الاربعه دول هايبر هايبو باثو وهيبسو، وتعرف ده الباسو كريمك اللي هو ايه؟ عباره عن اللونجر ويف لينث يعني بيروح للريد شيفت، والهيبسو للبلو شيفت سبيكتروم. طيب زي ما قلنا المره اللي فاتت الابسوربشن سبيكتروم، وشفنا ازاي بيحصل هايبر كروميك افكت وهايبو كروميك افكت وباسو كروميك شيفت وهيبسو كروميك شيفت، وعرفنا ايه هما بالظبط. طب نشوف بقى ايه الحاجات اللي بتعمل كده، هي ايه الفاكتورز دي؟ ان اهم حاجه في الفاكتورز دي يا جماعه الافكت اوف بي اتش اون ذا ابسوربشن سبيكتروم. طبعا انت عارف لو الكومباوند بتاعك كونتيننج اسيدك زي الاو اتش فينوليك جروب او البيزك زي الامينو جروب الان اتش 2، دولت بيعتمدوا على البي اتش اوف ذا ميديوم. فهنشوف ناخد تو اكزامبل الانيلين و الفينولز. الفينول في او اتش بنزين رينج وفيها او اتش، والانيلين بنزين رينج وفيها امينو جروب، وهنشوف الافكت اللي بيحصل عندنا ايه. طيب خد بالك من هنا مهم قوي،
اول حاجه عندي هو الفينولز زي ما انت شايف اهو. لو انا حطيته في الكلاين ميديوم زي الاو اتش كده بيتكون عندي حاجه اسمها فينيت، يعني حطيته في صوديوم هيدروكسيد هيتكون عندي صوديوم فينيت. الصوديوم فينيت بيبقى زي ما انت شايف اهو، الاو اتش بقت الهيدروجين خرجت، ايونز خرجت وبقى عندي الفينيت. بيحصل عمليه تشينج لل او توتوميريك افكت، او بيحصل دي لوكاليزيشن للدبل بوند، وبيتكون عندي زي ما انت شايف الاستراكشر اللي تحت اهو اللي هو عباره عن الكينونويد استراكشر زي الكينون. الكينونويد اللي هو فيه دبل بوند من الناحيه دي والدبل بوند من الناحيه دي، ومن فوق في عندي دبل بوند، ومن تحت النيجاتيف اتحولت من فوق ونزلت لتحت خالص عند الفينول. يبقى ده اسمه كينونويد ستراكشر. ولما بلاحظ في الكينونويد ستراكشر بلاحظ فيه هنا يا ولاد في عندي ايه الكونجيجيشن زاد، في عندي دبل بوند سنجل بوند دبل بوند سنجل بوند، التو الكترونز اللي تحت دي بعتبرهم دبل بوند سنجل بوند، يبقى الكونجيجيشن زاد فبيزيد الابزوربشن، يبقى كان الكروموفور الجروب بتزيد، وبالنتيجه لكده بيحصل هايبر كروميك افكت خلاص. وبيحصل ايه تاني؟ باسو كروميك شيفت. يبقى كان في الالكلاين ميديم بيحصل عندي هايبر كروميك افكت وباسو كروميك ايه؟ ها؟ باسو كروميك شيفت وهايبر كروميك افكت. طب نيجي نشوف الانيلين اللي بيحصل عندي، ادي الانيلين اهوت ال NH2 خلاص. لو حطيته انا في الانيلين ده بيزك، يبقى هحطه في اسيديك ميديوم الهيدروجين اهوت، فبيتروح الهيدروجين راح على ال NH2 بيتكون NH3 خلاص، وبتاخد بوزيتيف خلاص. يبقى ده اسمها انيلينيوم، انيلينيوم ايون NH3 وعليه بوزيتيف اهو خلاص. يبقى بالتالي هنا ادي الانيلين. طيب ده في الاسيد ميديوم. طب في الالكلاين، في الالكلاين بيفضل زي ما هو، في الالكلاين بيفضل الانيلين NH2، بس بيحصل تشينج للدبل دي لوكاليزيشن للبوند اللي هو التو الكترونز اللي موجوده على النيتروجين، وبيتكون عندي التوتوميريك استراكشر اللي انت شايفه تحت اهوت خالص، هيبقى NH2 والدبل بوند حصلت اتغيرت، وتكون عندي الكينونويد استراكشر برضه كينونويد اهو. يبقى هنا اهو في كينونويد استراكشر دبل بوند سنجل بوند دبل بوند سنجل، والنيجاتيف التو الكترون جم تحت برضك اهو. الله طب امال ايه تاني؟ طب امال لما جم تحت حصل بقى النيتروجين عليها بوزيتيف وهما هو تحت عليه نيجاتيف، يبقى كان عليه بوزيتيف ونيجاتيف، ده حاجه اسمها زويتر ايون. زويتر ايون يعني عليه تو ايونز البوزيتيف والنيجاتيف، بس الكون عندي الكينونويد استراكشر. وبالتالي في الالكلاين ميديوم برضه الانيلين هيحصل له ايه؟ هيحصل له باسو كروميك شيفت وهايبر كروميك افكت، وهايبر كروميك افكت في الالكلاين ميديوم. يبقى ده الافكت لما اجي اقول لك ايه في الحاجات دي لازم تبقى عارف كويس. طيب نيجي بعد كده الافكت اوف ريدوكس رياكشن. انتوا عارفين لما حاجات كانت بيحصل لها اوكسيديشن او ريدكشن ساعات تغير لونها، تبقى مثلا من كارلس تبقى ريد او وات ايفر، ليه حصل تغيير في الايه في البوندس؟ لما يحصل تغيير في البوندس بيحصل تغيير في الابزوربشن، وده هناخد اكزامبل ليه اللي هو ايه الدايفينايل امين. الدايفينايل امين تو مولكيول من الدايفينايل امين اللي انت شايفهم اهوت بيتحدوا مع بعض الاثنين، وبيروح مكونين عندي بيحصل بيخرج اتنين هيدروجين والالكترونز بتخرج، وبيكون عندي الاستراكشر اللي انت شايفه الاخراني ده. طب الاستراكشر اللي انت شايفه ده ايه؟ عباره عن في ايه؟ ده في كمية كينونويد وفي كمية دبل بوند وسنجل بوند، كونجيوجيشن زاد جدا جدا. يبقى نتيجة زيادة الكونجيوجيشن خلاص لما اتحدوا التو مولكيول مع بعض حصل انكريز للابزوربانس اوف لايت خلاص، وبعدين اتحول عند ابزوربشن اوف لايت زاد، يبقى الكالر بتاعه حصل عنده اتغير خلاص، وبعدين بقى لونه لو كالر. وبعدين بيحصل ايه تاني؟ هايبر كروميك افكت، هايبر كروميك افكت. يبقى ده بالنسبه يا جماعه لايه؟
للريدوكس رياكشن. طب ناخد اكزامبل تاني على البي اتش بتعمل ايه تاني؟ زي ما قلت لك من شويه نتيجه التغير الدراجز اللي هو بيتغير بالبي اتش دايما، ده اقيسه فين بقى؟ انا مش عارفه، لا اما اقيسه في بفر بي اتش بتاعته ثابته في كل مره، وده هيبقى يعني متعب شويه، او هقيسه في ايه؟ اقيسه عند نقطه اسمها الايزوسبستيك بوينت. اسمها ايه؟ ايزوسبستيك بوينت. ايه هي البوينت دي؟ البوينت دي مهما احط الدراج فيها في بي اتش مختلفه، هي النقطه دي الابزوربنس بتاعه مش هيتغير طالما نفس الماده ونفس الكونسنتريشن. يبقى لما اجي اعين ايه هي الايزوسبستيك بوينت، اللي هي ايه؟ عباره عن اللي هي ات ذا بوينت ات ويتش ذا سيم، بيحصل ذا سيم ابزوربنس از جيفن فور ذا سيم كونسنتريشن ها of the same substance at different pH. يا ريتك تشوف تعرف التعريف بتاعها. الايزوسبستيك بوينت اللي هي النقطة at which البوينت at which بيبقى ايه؟ the same absorbance is given for the same concentration at different pH. دي الايزوسبستيك بوينت. خلاص؟ نيجي بعد كده عايزين نعين بقى الايزوسبستيك بوينت، أعمل ايه؟ أجيب concentration معينة ها؟ وأقيس الابزوربنس بتاعها الديفرنت بي اتش، ابتدي من بي اتش 1 لحد بي اتش 10 واشوف وارسم الكيرف. كل مره اللمبه ماكس بتختلف، بيحصل لها شيفت، ولكن هل النقطه بتختلف الايزوسبستيك؟ لا ما بتختلفش. عندك اهو ادي الرسمه في صفحه 19، بتبص تلاقي البي اتش من بي اتش 1 بي اتش 4 وبعدين بي اتش بي اتش 6 وبي اتش 10، انا نازله اهو فيهم، في كل مره الاقي شيفت لللمبه ماكس. طب هل الاي اللي هي التقابل بقى، نقطه التقابل بتاعتهم الاي الصغيره دي اللي هي الايزوسبستيك بوينت اللي هي ات ويتش بيفضل الابزوربنس از ذا سيم. خلاص كده؟ طيب يبقى انا عرفت ان افكت اوف بي اتش على اللمبه ماكس. يبقى عرفت لما يبقى في دراج بي اتش سنسيتيف او بيتاثر في البي بي اتش او في جروبس فيها بي اتش لازم اقيسه عند الايزوسبستيك بوينت. طب نيجي بقى نشوف قوانين اللي انا هقيس بيها، قوانين الابزوربنس دي ايه هي؟ في حاجه اسمها القانون ده بيرز لامبرت لو. طب هنشوف ايه القانون ده ازاي بيحصل عندي ايه بالظبط. انا لو جبت بيكر ودوبت فيه سبستنس كونسنتريشن اورجانيك كومباوند اي حاجه خلاص، ومره وسلطت عليه لايتس، خلاص اللايتس ده هيحصل له ايه؟ جزء منه هيحصل له اي ار ريفلكتد بالوول بتاع البيكر، جزء تاني هيمشي ويحصل له ابزوربنس بيمتص زي ما انت شايف اهوت، وجزء تاني هيحصل له ترانسميتنس هيخرج ها، وجزء رابع هيحصل له ريفراكشن، يعني ايه؟ هينكسر شويه، هيخرج من الناحيه الثانيه بس هينكسر ريفراكتد خلاص، وجزء ثاني هيبقى سكاترد هيطلع لفوق ويخرج من اي حته خلاص. يبقى كان الاي نوت في عندي اي اي خلاص خلاص، والاي والاي تي والاي ار والاي اف والاي اس. طيب نيجي نبص الاي الاي ار والاي اف والاي اس، كل دول لو عملت بلانك بيحصل فيهم زي ما بيحصل في ده بلانك، يعني هجيب ماده بس مش هدوب فيها الماده وهمرر عليها نفس اللايس اللي مر عندي ده، يبقى ده اتخلص منها بالبلانك. طيب يبقى كان الاي نوت عندي عباره عن الاي اي اللي هو الابزوربد زائد الاي تي اللي هو ايه؟ الترانسميت، يبقى دي الاي نو. طب لو انا جيت عملت يبقى كان الترانسميتنس عباره عن الاي تي على الاي نوت، دي اسمها تي كابيتال اللي هي الترانسميتنس، بعبر عنها بالبرسنت اللي هي تبقى 100% ترانسميتنس اللي هي لوج، عباره عن لوج اي تي على اي نوت خلاص، لوج تي على لوج اي نوت على اي تي، دي الترانسميتنس. طيب انا بقى عايزه اشوف الابزوربنس اللي امتص، يبقى بتساوي الابزوربنس اللي هو لوج اي نوت، مش الترانسميتنس بقى، اللوج اي
خلاص على الايه، على الاي لوج اي سي لوج، اللي هو الفرق بين الاي نوت والاي تي، الديفرنس بينهم الاثنين بيبقى الابزوربت. يبقى الابزوربت بيساوي لوج اي نوت على الاي تي. خلاص بيبقى في علاقه بين الابزوربانس والترانسميتنس اللي هو القانون اللي تحت خالص ده، يا ريتك تعرفه. ايه بتساوي 2 ماينس لوج اي نوت في البرسنت ترانسميتنس. خلاص كده. طيب بعد كده بنشوف بقى ايه، في واحد اسمه بيرت لامبرت لوجي قال ان في كل ما بتزيد المسافه اللي بيمشي فيها الضوء في الماده، يبقى كل اللي هي البي، كل ما بتزيد كل ما بيزيد عمليه الايه الابزوربنس، بيحصل الايه الابزوربنس بيزيد خلاص، والترانسميتنس بيقل، ده شيء طبيعي. يبقى لامبرت قال ايه، قال ان في علاقه بين، لما اجيب بس في الحاله دي كلها خد بالك ما بشتغلش على البولي كروماتيك يعني كذا ويفلينس، لا انا بشتغل على المونوكروماتيك لايت. المونوكروماتيك يعني ايه؟ مونوكروماتيك يعني له سبيسيفيك سنجل ويفلينس، ده المونوكروماتيك، مش على ايه البوليكروماتيك اللي هو ايه له كذا ويفلينس يعني، انما كذا باندل يعني كذا حاجه كذا راديشن، انما مونوكروماتيك هو اللي بشتغل عليه. يبقى لكني انا لو مررت المونوكروماتيك لايت على ديستانس سيكنس معين، كل ما بيزيد السيكنس دهوت او المسافه دي، كل ما بيزيد عمليه الابزوربنس بتزيد. وعمل علاقه بينهم وشاف ان العلاقه، الاول عمل علاقه بين الترانسميتنس والبي اللي هي السيكنس خلاص، بس لقى كيرف معوج فقال لك هستخدم لوج بقى. يبقى عمل لوج اللي هي لوج تي اللي هي الاي نوت على اي تي، وعملها لقاها في علاقه خط مستقيم، يعني بكل ما بزود الـ كل ما بيزيد عندي الابزوربنس بيزيد عندي الايه، بيزيد عندي كل ما بزود البي بيزيد الابزوربنس. الابزوربنس اللي هو الايه الاي نوت على الاي تي، ما استخدمناش بقى الاي تي عشان الكيرف بيبقى معوج بيقل، لان ده ترانسميتنس. طبعا ابزوربنس بيزيد الترانسميتنس بيقل، ده بالنسبه للامبرت لو. طب البيرز قال ايه بقى؟ قال لا، قال في حاجه تانية، ده الابزوربنس بيزيد بردك بزياده الكونسنتريشن. يبقى جاب بردك الابزوربنس اللي هي لوج اي نوت على اي تي، خد بالك اي نوت على اي تي اللي هي عباره عن ايه، الابزوربنس اللي هي الاي نوت ماينس اي تي اللي هي بتساوي الاي اي الابزورب، الجزء الابزورب، خد اللوج بتاعها اجينست الكونسنتريشن ولقى في علاقه خطيه بينهم الاثنين. فجم الاثنين قالوا الاثنين هنحطهم مع بعض بقى، انا عندي الابزوربنس اللي هي لوج اي نوت على اي تي وعبر عنها بايه كابيتال. خلاص يبقى الاي كابيتال دي بتتفاعل مع ايه يا اولاد؟ الاي كابيتال دي بتساوي ايه؟ بتساوي بتتناسب مع البي ومع السي ترجي. يبقى لو شلت البروبورشناليتي وقلت بتساوي الاي بي سي، طب ايه هي الاي دي بقى الصغيره دي؟ قال لك الاي الصغيره دي الاي القانون الاخراني ده، الاي بتساوي اي بي سي. طب ايه الاي الصغيره دي؟ قال لك الاي الصغيره دي بتعتمد على الماده نفسها، هي دي عباره عن ايه، حاجه اسمها الابزوربتيفيتي، حاجه اسمها الايه ابزوربتيفيتي. طب هي بتساوي ايه؟ عايز اعينها الابزوربتيفيتي. قال لك دي سبيسيفيك لكل ماده، سبيسيفيك لكل ماده. طب بقدر اعينها ازاي؟ قال لك بتقدر تعينها، خلاص بتقدر تعينها نتيجه الايه، لما انا اجيب هشوف هعينها ازاي، هعينها بان انا هجيبها من الاي على البي سي بالقانون، الاي على البي سي. طيب هشوف انا اقدر اعينها ازاي، وانا جبت علاقه بين لو انا استخدمت البي فيكسد، البي ثابته زي ما هي خلاص بتساوي 1 سنتي بس اللي هي الكوفيت دي 1 سنتي، يبقى كان الاي صغير بيساوي ايه على سي، ايه على سي. فلو عمل علاقه بين الابزوربنس خلاص والكونسنتريشن
والكيرف ده اسمه كاليبريشن كيرف. الكيرف ده اسمه ايه يا اولاد؟ كاليبريشن كيرف. امال الابزوربشن كيرف اللي هو كان ايه؟ كان العلاقه بين الابزوربانس والويفلينث. خلاص، طيب لو عمل العلاقه دي بينهم اتنين وحسب جبر ال A على C، ال A على C زي ما انت شايف من العلاقه الخطيه اهو، ال A على C في صفحه 22 من تحت بتساوي ايه؟ ال A على C، ال A على C ده بتساوي عباره عن جيب الزاويه، جيب تان اكس، تان اكس، تان اكس اللي هو ايه؟ جيب الزاويه. يبقى هيروح عامل العلاقه الخطيه وجايب ايه على سي ومطلع الايه الصغيره. خلاص، طيب قال لك الايه الصغيره دي زي ما قلت لك بتعتمد على كل ماده لوحديها. لو كانت الكونسنتريشن عندي مولر يعني جرام مور بالليتر، يبقى في الحاله دي بقول عليها ابسلونز، ابسلونز. يبقى لو كانت الماده بتاعتي جرام مور بالليتر بقول عليها ابسلونز. خلاص، طيب لو كانت المادة بتاعتي جرام برسنت، جرام برسنت بقول عليها ايه؟ 1% 1 سنتيمتر. خلاص، لو كانت المادة بتاعتي بس بقول كونسنتريشن عادية جرام برلتر، اي حاجة جرام برلتر، يبقى بقول عليها ايه؟ اللي هي الابزوربتيفيتي العادية. يبقى في عندي ثلاث تعريفات ليها، في الاي 1% 1 سنتيمتر ده لو الكونسنتريشن بالبرسنت. خلاص، لو كانت الكونسنتريشن مولر يبقى بقول الابسلونز، بقول عليها ايه؟ الابسلونز اللي هي اسمها مولر ابزوربتيفيتي، مولر ابزوربتيفيتي. يبقى في حاجه اسمها مولر ابزوربتيفيتي اللي هي الابسلون، وفي حاجه اسمها او المولر اكستنشن كوفيشنت، وفي حاجه اسمها الاي 1% 1 سنتيمتر اللي انت ايه شايفه ده. طيب ودي العلاقات في صفحة 23، العلاقات بينهم الاثنين. تقدر تطلع العلاقة بين الـ A والـ Epsilon زي ما انت شايفها. الـ A عبارة عن الـ A، لو انا عندي الـ A ممكن اطلع منها الـ Epsilon. ان لو انا كنت عارف المولكيولار ويت اقسم على المولكيولار ويت على طول، خلاص من القانون اللي تحت. طب لو انا عندك انت الـ Epsilon، عندك جرام مول، ممكن نطلع الـ A الصغيرة اضربها في المولكيولار ويت. خلاص، طيب نيجي بعد كده نشوف الحاجة اسمها الكالوريمتريك. الكالوريمتريك زي ما قلت لكم اللي هو الحاجات اللي هي الكالورد سبستانس. وانا قلت لك الكالورد سبستانس دي ممكن اقيسها عبارة عن اللي هي السبستانس، ممكن اقيسها على طول فيزيبل اللي انا شايفاها، ودي بتتقاس في المنطقة الفيزيبل اللي هي من 400 ل 800. طب ايه ازاي امتى اقيس المواد كالوريمتريك او اقيسها في الرينج بتاع الفيزيبل؟ خد بالك فيزيبل ات مينز فيزيبل لايتس، ات مينز الرينج بتاعها. ممكن اقيسها لو في انسترومنت، يبقى لازم اقيسها عند مونوكروماتيك، مونوكروماتيك اشوف، لازم اعين اللمبه ماكس بتاعتها، لازم اعين اللمبه ماكس بتاعتها اشوفها امتى فين واقيس عند اللمبه ماكس بتاعتها. طب اعين اللمبه ماكس بتاعتها، يبقى هنا اصبحت اقيس عند المونو كروماتيك، ما بقيسش بالبولو كروماتيك، مونو كروماتيك. خلاص، يبقى اول حاجه للماده بعين اللمبه ماكس، وبعدين ابتدي اقيس عند اللمبه ماكس. يبقى اول حاجه بعملها الابزوربشن كيرف عشان اعين اللمبه ماكس اللي هي علاقه بين الابزوربانس والويف لينث. بعد ما عين اللمبة ماكس بقى اعمل الكاليبريشن كيرف عشان اعين الايه الصغيرة اللي احنا قلنا عليها، لا اما الابسلون لا اما الايه 1% 1 سنتيمتر. خلاص، وده بيبقى كاليبريشن كيرف، وممكن اعين منه بعد كده الانون سبستانس. طب نشوف بقى المواد اللي هي الكالورد كود بي ميجرد دي كالوريمتري لها ريكويرمنت. اهم حاجة هي الايه زي تكون كالورد زي الكوبر سلفيت والبرمنجانيت والحاجات دي كلها. طب لو كانت المادة بتاعتي مش ايه مش كالورلس وعايزة اقيسها كالوريمتريكالي، لو فيها جروب ممكن لو في تفاعل بينها وبين حاجة تانية ويديني مادة كالور، يبقى ممكن اقيسها زي ايه؟ زي ما عندي مثلا هنا الايه ال 110 فينانسرولين بيتفاعل مع الفيروس، خلاص في بفر ميديوم اللي هو اسيديك بفر،
ويديني produce intense red color اللي انت شايفه اهوت الكومبلكس ده لونه ريد. يبقى لو حطيتهم على بعض ممكن اقيس ال 110 اورثو في الناسورين عن طريق ان انا بحط عليه الفيرنس. خلاص دي حاجه ممكن استخدم في الايه اعين بيها الايه الكالوريمتري. طب لو كان السبستانس دي هيت ها ممكن نحولها خلاص بتبقى كارلس بردك ومفيش سيوت مفيش اي نوع من الكروموجين افعله معاها خلاص اللي هو الكروموجين اللي بيتفاعلوا مع بعض يعني خلاص ممكن احولها هي لدريفاتيف احولها لسيرتين دريفاتيف اللي هو هاز سيوتبل كروموجين في عنده هو كروموجين فور اكزامبل ايه زي وانا عندي استر الاستر ده ممكن احوله لهيدروكسامك اسيد دريفاتيف وبعد كده افعله مع الهيدروكسيل امين وبعد كده الهيدروكسامك اسيد دوت دريفاتيف ده اللي ممكن يتفاعل مع الفيرك يقوم يديني لون اقدر اقيسه بيربل كلر كان بي ميجر. يبقى انا عندي الاستر اهو خلاص مع الهيدروكسيل امين بحولته لدريفاتيف. ايه هو الدريفاتيف؟ الهيدروكساميك اسيد اهو عندك اهو الهيدروكساميك اسيد دريفاتيف ده اللي هو كان بي ايه رياكت ويز ايرن 3 عشان تو ايه تو فورم ايه بيربل كلر اللي كان بي ميجر. يبقى دي الريكويرمنت تو ميجر ايه ها فور ميجرنج ذا سبستنس كالوريمتريكالي. خلاص ده بستخدم فيزيبل لايت مونوكروماتيك. طيب ايه requirement for ideal chromogene؟ انا بقول الكروموجين ده اللي هيمص عندي ايه اللي هو بس ايه should be ايه colorless chromogene طيب او easily separated should be selective يعني بيتفاعلش مع اي حاجة مع الحاجة اللي انا عايزاها بس. خلاص طب ايه تاني اديني colored بقى product خلاص بلو نون ميكانيزم استيشيومتريكالي يعني بسيرتين ريشيو مش اي حاجه. يبقى تو برودوس كولرز او تو رياكت وذ ذا سبستانس استيشيومتريكالي. خلاص طيب تاني رابع حاجه اديني فول ديفلوبمنت اوف كولر ماست بي رابيد يعني بيتكون اللون بسرعه ما ياخدش وقت. بعد كده اهم حاجه نقطه عندي ان هو لازم يكون له سبيسيفيك الكالر ده specific lambda max specific lambda max. يبقى ده الكاركترز اوف ايه ideal chromosome. نيجي بعد كده طب requirement for colored product اللي طلع بقى colored product ده colored product should be of intense color لون كويس عشان يبقى sensitive should be unaffected بال pH. لو كان affected بال pH بقيسه عند ال isospecific point زي ما احنا قلنا should be stable with time. خلاص should be color deformation rapid and quantitative يعني ايه quantitative يعني كل ما بزود المادة بيزيد اللون. طيب وبعد كده اهم حاجة برضه في ال color produced ده ايه should obey Beer's Lambert law. طبعا كل ما بيزيد الكونسنتريشن يزيد الابزوربر ويعمل لينير ويمر بالاوريجين ما تنساش لازم يمر بالايه بالاوريجين. خلاص كده ده بالنسبه للايه للكالورد برود. طب نيجي بعد كده بقى الانسترومنتيشن الاجهزه اللي بقيس منها. في عندي حاجتين لو انا هقيس كان زمان الاول قبل ما في الاجهزه دي اللي هي بنستخدمها السبكتروفوتومتر والكالوريمتر والحاجات دي كان في عندي حاجتين. فالحاجات اللي هي رف ممكن اقيسها بالفيجوال ميثود يعني بعيني المجرده يعني بقيس بعيني المجرده بعمل كومباريزون كده بتوين الكالر بالعين المجرده. طب في الحاجات دي ايه الفيجوال ميثودز دي بقيس فيها ايه ده دي ممكن استخدم فيها البولو كروماتيك انا مش هقدر افصل يبقى استخدم فيها الايه البولو كروماتيك راديشن يعني بستخدم اللايت العادي البولو كروماتيك وبشوف المادتين الملونين كده واقارنهم ببعض.
وبتعتمد على ايه؟ لما بتبقى ذا سيم كونسنتريشن الاتنين كولر بيبقوا ايه اولموست ذا سيم خلاص. فبالتالي بقدر ايه اشوف ايه دلوقتي معنى كده وهي نفس الماده يبقى لهم ذا سيم ابزوربتيفيتي خلاص. يبقى الايه صغيره واحده في الاتنين، يبقى كان ايه اللي بيختلف في الاتنين؟ بتختلف الابزوربانس ذا سيم خلاص، يبقى كان الابزوربانس بيساوي اي بي سي، يبقى كان البي سي 1 بتساوي البي سي 2 خلاص. فلو انا عندي واحد ستاندرد معروف فيه البي والسي والسي بتاعته، والتاني ممكن اعرف منه البي، يبقى ممكن اعين الكونسنتريشن. دي الفيجوال ميثودز. طيب الفيجوال ميثودز دي يا جماعه لها طريقتين، في طريقه اسمها الستاندرد سيريس ميثودز خلاص. خلاص ستاندرد سيريس ميثودز يعني بعمل سيريس من الستاندرد قدامي كده واحط عليهم الريجنت واشوف اللون بتاعه واعمل ماتش للسامبل بتاعتي فيه، دي اسمها كده. ودي بستخدم فيها ساعات النسلر، حاجه اسمها نسلر تيوبس. نسلر تيوبس هي تيوب مدرجه عشان الفوليوم بتاعي يبقى ثابت، اللي هي البي تبقى ثابته خلاص زي ما انت شايف في صفحه 27 خلاص. طيب الطريقه الثانيه اسمها فاريبل ديبس او بالانسنج ميثودز، زي ما انت شايف اهوت، اللي هنا بتعتمد على زي ما قلت لك ان الاثنين بقعد احرك البي 1 والبي 2 بقعد احركهم لحد اللون الاثنين ما يبقوا واحد خلاص. وبالتالي بقدر اشوف الفاريبل ميثودز اللي انت شايفها اهو، اللي هي سي 1 بي 1 سي 1 ايكوال بي 2 سي 2 زي ما انت شايف في المعادلات اللي تحت خالص. وبالتالي لو انا عندي الستاندرد معروف عندي البي 1 والسي 1، يبقى هيجي في هاجي في الانون هبقى عارفه البي 2، يبقى اقدر اعين السي 2 بتاع الانون خلاص. دي طريقه اسمها ايه الفاريبل ميثودز. وفي جهاز بيعتمد على الطريقه دي، جهازين، واحد اسمه هنر تيوبس عباره عن بدل عشان اقيس البي على طول بستخدم اتنين تيوبس مدرجين جراديويتد، وفيهم تاب من تحت عشان اقدر انقص من هنا وانقص من هنا لحد التو لايت التو كولرز يبقوا ايكوالز خلاص. او في جهاز تاني اسمه الدوبيسك تايب كالوريمتر اللي تحت عندك اهو، نفس الفكره بردك، ولكن انا بغير البي 1 والبي 2 بردك بان انا بنزل هنا وبنزل هنا حاجه اسمها بلانجر، او بنزله هنا وهنا وببص بدل ما كنت ببص على ببص زي في الميكروسكوب كده في الاي على التو كولرز من التو من الايز دي، بحيث لما يبقى النصين بيساوي لون واحد يبقى معنى كده الابزوربانس الواحد بتاعهم الاثنين. وبعوض في القانون بردك بي 1 سي 1 ايكوال بي 2 سي 2 خلاص. ده بالنسبه ده بالنسبة لي اللي هي ايه البولوكروماتيك. في بقى الطريقة التانية اللي عشان استخدم الانسترومنت الجهاز اللي هنستخدم فيها مونوكروماتيك لايت. في جهاز بسيط قوي اسمه كالوريمتر خلاص. الجهاز ده هو عبارة عن انا بحط عليه لايتس، واللي بيخرج ترانسميتنس لايتس اللي بيخرج بيروح جاي على سنسيتيف بليت. السنسيتيف بليت بتعمل اكسايتيشن للالكترونز، الالكترونز بيحصل فرق جهد بين الاثنين وبيكون تيار كهربي بس بيبقى ضعيف جدا، ده اسمها فوتو الكتريك فينومينا، يعني بولد تيار كهربي عن طريق الضوء اللي خارج ونازل على السنسيتيف بليت دي خلاص. دي اسمها ايه مونو إيه اللي هي فوتو الكتريك ميثودز خلاص. طيب معنى كده الجهاز بقى اللي عندي ده هوت الانسترومنت اللي بيتكون هيكون من ايه الانسترومنت. يبقى في عندي سورس اوف لايت عشان الاي نوت، يبقى في سورس اوف لايت خلاص.
هنا في الفوتو إلكتريك ميثود لازم يكون عندي استخدم مونو كروماتيك لايت. مونو يعني ايه مونو كروماتيك لايت؟ يعني specific wavelength، يعني specific radiation with specific wavelength specific energy. يبقى هنا انا بستخدم في الفيزيبل، يبقى في الرينج بتاع الفيجن خلاص. يبقى هنا اللايت سورس هنشوف نعرف هو ايه، ونعرف المونوكروميتور هو ايه. المونوكروميتور اللي بيحول من بولي لمونو زي ما قلت لكم خلاص. بعد كده بنشوف السامبل كومبارتمنت اللي هي الكوفيت. بعد كده بنشوف الديتكتور، الديتكتور اللي هيحس بيه اللايتس اللي نازل، اللي هي فيه الفوتو سنسيتيف بليت وبيحس باللايتس اللي نازل عليه وبيحوله للالكتريك خلاص. وبعدين حاجة بقى بقيس، لأما أقيس بالريكوردر يقوم عمل علاقة بين الإيه، يديني كيرف، أو ممكن أقيس بالإلكتريك لو جهاز بسيط كالوريمتر بقيس الإيه الإلكتريك كارنت، لو جهاز سبكتروفوتومتر بقيس الإيه بقيس الأبزوربانس. بيبقى في علاقة بين بيديني علاقة وبقيس الأبزوربانس على طول خلاص. يبقى نيجي هنا اهوت بعد كده نشوف الايه نشوف بيتكون من ايه. يبقى الاسينشال بارت بتاع السبكتروفوتومتر عباره عن ايه يا جماعه؟ نشوفه كده. اول واحد الراديشن سورس خلاص. تاني حاجه الديسبيرسنج سيستم، يعني ايه؟ يعني كني ديسبيرسنج، كني بحول من بولو للمونو اللي هو المونو كروميتر. كوفيت الديتكتور الريكوردر، لازم تعرفهم كويس قوي دول خلاص بالنسبه للانسترومنت. طب نيجي هنا نشوف الانرجي سورس اوف لايت خلاص بتاع اللي هو الديسبيرسنج سيستم. ايه انواعه الديسبيرسنج سيستم اللي بيتحول من البولي للمونو خلاص؟ ايه هما؟ نيجي نشوف اول واحد، اول نوع منهم. الاول نشوف السورس اوف لايت. في حاله الفيزبل خلاص بتبقى حاجه اسمها تنجستن لامبس. حاله الفيزبل اسمها ايه؟ حاجه اسمها تنجستن لامب. اعرف كويس قوي تنجستن لامب خلاص. طب في حاله اليو في اسمها ايه؟ الهيدروجين لامب او ديوتيريوم لامب. اعرفهم كويس قوي. يبقى في الفيزبل تنجستن، في اليو في ديوتيريوم لامب او الهيدروجين لامب. طب نيجي بعد كده نشوف في عندي الديسبيرسنج سيستم. الديسبيرسنج سيستم خلاص اللي هو عبارة عن ايه يا ولاد؟ عندي اهو عبارة عن اللي بيحول البولو لمونو خلاص. اول حاجة الفلتر. الفلتر ده معنى كده زي ما ايه بيبقى اكت بايه، بيعمل absorption of unwanted wavelengths ويعمل transmit للcomplementary color أو which is needed to be absorbed by the sample to be analyzed. يبقى الcomplementary color can be represented by colored wheel of the following table زي ما انت شايفه. يعني انا عندي لو الcolor بتاعي لونه as violet زي البرمنجانيت كده، الwavelength بتاعتي اللي هو من 400 ل 430 خلاص. الكومبلمنتري كولر اللي هو ابزوربد باي ذا سبستنس اللي هو ايه؟ اليولوش جرين خلاص. وهكذا. الجدول ده مش حفظ قوي بس اللي انت عشان تبقى عندك فكره. مثلا الريد كولر، الريد كولر اللي هو لونه ريد، الويف لينث بتاعه من عند 600 مثلا اهو خلاص ل 750. طب بيبقى ابزورب ايه؟ بيمص عندي البلوش جرين خلاص. مثلا اليولو من عند ايه؟ اللي بتاع الدايكروميت او الاورنج بتاع الدايكروميت من عند 500 ل 600 ل 610 وبيمص الجرينش بلو كلر وهكذا. طب نيجي بعد كده بردك الويل اللي فوق دي بتبين اللي هو اللون والكومبلمنتري بتاعه. اللون اللي هو بيتقاس والكومبلمنتري اللي ابزورب خلاص كده. يبقى عرفت ايه هو نوع الفلتر. طب الفلتر ده نوعين، في نوع سبستنس ابزورب all visible light. يعني لو انا عندي الفلتر ده، لو في بعض المواد خدوا بالكم اللي هي ساعات كده بقول لك ايه ده الماده دي لونها بلاك، يبقى معنى كده الماده دي ايه اللي هي لونها بلاك دي، يبقى كني بتمص كله
اللايت. خلاص. طب لو المادة colorless يبقى معنى كده انها ايه؟ مش بتمص اي حاجة خالص، اللي هي transparent. يبقى تعرفت دي ملحوظة مهمة جدا. خلاص. طب نيجي بعد كده انواع الفلتر دول. انواع الفلترز دول خد بالك، الفلتر ده يعني نوع من المونوكروميتر، بس ما بيدينيش ويف لينث مثلا ايه، مثلا ما بيدينيش مونو كروميتر، لا بيديني لحد 10 نانو، على حد من عقل ممكن 35 ل 50 نانو متر. خلاص. يعني ما بيدينيش مونو كروميتر، وعشان كده في حالة الفلتر ده ما اقدرش استخدمه في الاجهزه اللي هي الانسترومنتيشن اللي هي السبكتروفوتومتر، بستخدمه في الكالوريمتر، في الحاجات البسيطه. لان هو عباره عن ايه؟ هو انت عارفين زي مثلا ازاز ملون، جيلاتين ملون، سوليوشن ملون، امر عليه كده اللايت، فبيحصل ترانسميت زي ما قلت لكم، اللي هو ايه اللي هو بيحصل ترانسميت، ما بيدينيش ترانسميت لمونوكروميتر بس، ما بيحولش من البولي للمونو، لا بيدي له باندل من حوالي من 35 ل 50 نانومتر. خلاص. يبقى ده فلتر عادي. جم قالوا صنعوا حاجه تانية احسن اللي هي الانترفيرنج فلترز، وقالوا ان دي ممكن تديني لحد 10 نانومتر، لحد 10 ايه نانومتر، ودي عباره عن طبقات من المغنيزيوم كلورايد والسيلفر فيل، وقالوا عليها انترفيرنس ايه فلتر. يبقى في نورمال اللي هو الفلتر العادي اللي احنا قلنا عليه ازاز ملون بتاع ملون كده، وفي ان هو انترفيرنس فلترز اللي بيديني لحد ايه 10 ل 17 نانومتر. يبقى ده اول نوع. يبقى عرفت ده لازم تعرف اكتو باي ايه، خلاص، ولازم تعرف انواعه ايه، خلاص، ولازم تعرف هل هو بيديني ايه مونو، ما بيديش مونو، ولكن بيديني ايه لحد ايه 10 ل 17 نانومتر. النوع التاني من الفلتر احسن بكتير شوية، اللي هو عبارة عن البريزم، اللي هو ايه زي ما قلتلكوا عارفين المخروط الزجاجي. البريزم ده لو يمكن انت تشوفه لو في ازاز كده مكسر او حاجة وانت قاعد، خلاص، او كريستاله، وانت كريستاله بتبقى مشطوفه وانت قاعد كده وجا عليها لايتس من الشمس، بتبص تلاقي الوان كتير منها، الوان منها، يبقى حصل فيها ايه؟ حصل ريفراكشن اوف لايت، تكسير لللايتس، اتحول لجميع الالوان اللي عندك بتاعته. خلاص. يبقى النوع ده اسمه اللي هو البريزم. طيب لو كانت البريزم دي من الجلاس يبقى في حالة دي في حالة الفيزيبل، لو كانت البريزم دي من الكوارتز يبقى دي في حالة اللي اليو في، بتقطعها لي في الرينج بتاع اليو في، او تقطعها لي في الرينج بتاع الايه الفيزيبل، تحولها من بولو لمون. ده بالنسبة للفيزيبل. طب في نوع بقى احسن حاجه من الفلترز اللي هو المونوكروميتر، اللي هي اسمها ايه؟ يبقى اللي فات كان بيشتغل زي ما انتم شايفين، ده الجريتنج اكت باي ديفراكشن، بيكسر وانترفيرنس، ديفراكشن اند انترفيرنس، انت شايفه ده عباره عن الجريتنج دي يا اولاد، من اسمها زي المبشره كده. جريتنج يعني ايه؟ يعني عباره عن سطح من من الألمنيوم فويل مثلا أو الألمنيوم، وبعدين كل سنتي فيه متقسم ل600 لاينز، كل ملي متر فيه متقسم ل600 لاين، فما الضوء بيقع عليه بيتكسر لكذا حاجة، فبالتالي بيقدر يديني ده ممكن بيديني لحد نانومتر وبارت اوف نانومتر كمان، فراكشنز اوف نانومتر. يبقى أحسن نوع عندي اللي هو الجريتنج الأكت باي ديفراكشن أند انترفيرنس. بعد كده في عندي بعض الحاجات اللي بستخدمها في الجهاز، لو انا الجهاز في اليو في بتبقى كلها من الكوارتز، لو الاجهزه بتاعتي من في الفيزيبل بتبقى الجلاس العادي. طيب نيجي بعد كده السامبل كومبارتمنت اللي هي الكوفيت، دي عباره عن كوفيت لها تو سيرفيس كده ترانسبيرنت، والسيرفيس تو سيرفيس تاني اوبيك.
يبقى انا لما بحطها عشان امنع تسرب ايه الضوء من ناحيتين، وخلي الضوء يمشي في التو سيرفيس اللي هما ترانسفير. خلاص بعد كده الديتكتور بقى، الديتكتور اللي بيقول ايه، في تو تايب اوف ديتكتورز. خلاص في تو تايبس اوف ديتكتورز، اول ديتكتور اللي هو الفوتو سيل البسيط خالص او فوتو فولتايك سيل، ودي اسمها بارير لاير سيل زي ما قلت لك في الاول، عباره عن لاير سنسيتيف فوتو سنسيتيف من السيلينيوم، من ماده سنسيتيف سبورتد على ايرن بليت. خلاص وفوتو سنسيتيف اهو، لما بيقع عليها اللايتس على الفوتو سنسيتيف خلاص بيحصل اكسايتيشن، الالكترون بتمشي في دايره، فما بتمشي بتترك بوزيتيف سايت وبتروح الالكترون على كولكتيف بليت لايتس فول هنا وبيبقى نيجاتيف، ويحصل فيه عندي فرق جهد من الاثنين، ويحصل عندي ريفلكشن من او توليد كهرباء او ريفلكشن من للضوء. ده بالنسبه للديتكتور اللي هو البسيط اللي هو الفوتو سيل البسيط. طيب في نوع تاني من ده، ما فيش اي نوع الكتريسيتي، في نوع تاني من الديتكتور اسمه فوتو تيوب او فوتو مالتيبلر تيوب. ده عبارة عن ايه يا ولاد، بيعمل ايه، بيعمل مالتيبليكيشن او بيعمل ايه امبليفيكيشن، بيزود التيار الكهربي اللي عندي صغير، ده بيزيد. ازاي بقى بيزيد؟ بدل ما في عندي الضوء بيقع على فوتو سنسيتيف ميتال واحده بس، خلاص بعد كده بيروح يخبط في انذر ايه سيرفيس من الانود، فيروح عامل اكسايتيشن للالكترونز. يعني كل واحد الكترون بتخبط بتطلع لي اتنين او اكتر، ويروحوا خابطين في انذر سيرفيس من الانود، ويخرج تاني ايه الكترونز، وهكذا. يبقى في كذا انود، في كذا ايه انود، وبالتالي بيحصل ايه مالتيبليكيشن او ماجنيفيكيشن. خلاص يبقى دي اسمها فوتو مالتيبلر تيوب، ودي احدث حاجه واللي بتستخدم في جهاز الاسبكتروفوتومتر، يبقى اسمها فوتو مالتيبلر تيوب. وبالتالي بقى دي ريبريزنت كميه الضوء اللي هو ايه ترانسميتد او خرج من من الماده. بعد كده في ريكوردر بقى اللي بيقيس، لا اما بقيس السنجل زي ما في الجالفانيمتر العادي كده خلاص، لا اما ريكوردر بيديني علاقه بين الابزوربانس والويفلينس. خلاص كده يا اولاد. طب نيجي بعد كده نشوف الاجهزه بقى اللي بتستخدم، اللي في عندي جهاز هو كوميرشال، ها الجهاز اللي هو الكوميرشال انسترومنت اللي انت شايفه ده، عباره عن ايه البسيط اللي هو الكالوريمتر العادي البسيط اللي هو فيه تنجستن لامب فيزيبل. اي جهاز كالوريمتر بيقيسش الا الفيزيبل، ما يقيسش اليو في. خلاص اللي هو عبارة عن تنجستن لامب، وبعدين في حتى المونوكروميتر بتاعه فلتر عادي، وبعدين في كيوفيت، وفي الديتكتور فوتو سيل عادية اللي احنا قلنا عليها مش فوتو مالتيبلر تيوب. يبقى ده الكالوريمتر العادي. حسنوه شوية، قالوا بدل ما نعمل فلتر واحد لا هنعمل اتنين فلتر، مونوكروميتر واحد هنعمل اتنين مونوكروميتر، بحيث ان المادة يخش الضوء ويتقسم نصين، نص يروح على السيل ونص التاني يروح على البلانك، وبالتالي لو في اي نويز ايه بتتكنسل في الاول، اصفره اسمها انك بتصفر الجهاز، ودي اسمها عملية فلكتويشن. يبقى هنا في مونوكروميتر 1 فوتو سيل 1 وفوتو سيل 2، ده الفرق بين الاتنين دول، والاتنين دول كوميرشال انسترومنت كالوريمتر. كالوريمتر يعني بقيس الكالر، بقيس الكالر في الفيزيبل ريجن. طب نيجي الجهاز التاني بتاعنا بقى اللي هو ايه الاسبكتروفوتومتر. ده مهم قوي. الجهاز ده سهل جدا، يا ريتك احنا مش عايزين حتى نعرف في ايه بقى، نعرف في عندي السورس اوف لايت، ده ممكن يشتغل على الفيزيبل وممكن يشتغل على اليو في. يبقى في اللمضتين، لو هشغل على الفيزيبل اشغل لمضه الفيزيبل، لو هشغل على اليو في اشغل لمضه اليو في. طيب بالنسبه للمونوكروميتر هنا ايه اقل حاجه، لا اما البريزم لا اما الجريتنج، لا اما البريزم لا اما ايه الجريتنج. خلاص
يبقى هنا انا بس بحط عندي ميرورز وحاجات اعكس بيها المسار بتاع الضوء عشان اصغر حجم الجهاز، انما هو نفس البارتس اللي احنا قلنا عليها في الفايف بارتس اللي احنا قلنا عليهم قبل كده بتاع اي جهاز انسترومنت. طب عندنا ايه؟ عندي اهو ماشي اهوت زي ما انت شايف، وبعد كده بيجي بيخرج بيروح على البريزم، ومن بعد البريزم بيخرج بيروح جاي ماشي على الديافراجم اللي هو انا بختار منه الويف لينث اللي عايزاها، بيروح على الكوفيت، وبعدين بيروح على الديتكتور، وبعدين بيروح على الريكوردر. يبقى ده بالنسبه للسبكتروفوتومتر العادي. طيب نيجي بقى يا جماعه زي ما انتم شايفين كده نشوف الديفيشن فروم بيرز لو، يعني في حاجات ايه اللي بيخلي البيرز لو يعني ما فيش علاقه بين الابزوربنس والكونسنتريشن. بعد شويه الاقي بدل ما هو لينير حود مني كده ايه. طبعا في اهم حاجه عندي اهو، اول حاجه في حاجه اسمها ديفيشن، في ريال ديفيشن. ريال ديفيشن دي ديو تو الهاي كونسنتريشن، لما الكونسنتريشن بتبقى عاليه بيحصل كده. وعلى هذا الاساس اعمل ايه؟ اصلحها بان انا بعمل دايليوشن. خلاص. طب في ايه تاني؟ في انسترومنتال ديفيشن. طب ايه هي الانسترومنتال ديفيشن دي يا اولاد؟ ممكن تكون ايه، ريجولار او ايريجولار. الريجولار بيبقى في تصنيع، الريجولار حاجه بقى ممكن الكوفيت ان ماتشد، واحده مش زي بعض، واحده مخربشه واحده سليمه، ممكن ايدك وانت بتمسك ان كلين هاندلنج، ان كلين هاندلنج، وممكن ان كلين اوبتكس، المرايه مش نظيفه، وهكذا. يبقى دي الريجولار، يعني ممكن بتروح بزوال السبب بتروح. خلاص. طب مال الريجولار ديفيشن بقى اللي جاي خطا بقى في الجهاز نفسه من نفسه. ايه هو الخطا ده؟ ممكن يكون ايرور في الاكس سكيل، خلاص، ممكن يكون ايرور في البوتنشيومتر اللي بيقيس الريدنج بتاع الابزوربنس، ممكن يكون ايرور في السليت نفسها بتاع اللي بختار من الويف لينث، ممكن يكون ايرور في الاكس irradiation or the X other than that absorbed by the sample يعني of the light. في حاجات بتوصل للديتكتور من أي حاجة تانية، ممكن توصل من source of light أو من أي حاجة تانية. خلاص. ممكن يكون error في linearity، ما فيش linear relationship between response في calibration curve لما أجي بعمله. ممكن يكون عندي الجهاز بتاعي قريب من الراديو او التي في ويفز، دي كلها حاجات بتسمى اسمها ريجولار ديفيشن. طبعا ممكن بيكون في حاجه تانية اسمها كيميكال ديفيشن، زي ما قلت لكم لو الماده بي اتش سنسيتيف لازم احطها في بفر او اذا عند الايزوسبستيك بوينت. طيب ايه تاني ممكن؟ ممكن الديفيشن نتيجة الاكسيديشن، الريدكشن، الهيدروليسيس، اي تغيير في الاستراكشر. خلاص. يبقى ده بالنسبة للايه، يعني زي ما قلت لكم يا اولاد بالنسبة للديفيشن. طيب نيجي بعد كده لحاجة مهمة جدا جدا اللي هي الابليكيشن بقى. انا زي ما قلت لك في الابليكيشن في الكواليتاتيف اناليسيس، وفي الكوانتيتاتيف اناليسيس، وفي الديترمينيشن اوف سام فيزيكال كونست. طب نيجي نشوف الايه الكواليتاتيف اناليسيس. الكواليتاتيف اناليسيس دي يا اولاد اللي هي عباره عن الايه، ان انا بقيس عند اللمبه ماكس، كل ماده لها لمبه ماكس لوحدها، لها ايه 1% 1 سنتيمتر لوحدها، لها ايبسلون لوحدها. وعلى هذا الاساس لو انا قست الماده بتاعتي عند اللمبه ماكس طلعت، اقدر اطلع الاي 1% او الايبسلون، يبقى قدرت اتعرف على الماده بتاعتي. نيجي النوع تاني اللي هي الكوانتيتيف اناليسيس. عشان اعمل كوانتيتيف اناليسيس حاجتين مهمين قوي. اولا حاجه، اول حاجه لو الماده عندي دي يبقى لازم اطلع لها الايه الماكسيمم بتاعت لمبا ماكس بتاعت، يبقى لازم اعمل حاجه اسمها الابزوربشن كيرف عشان اطلع اللمبا ماكس، علاقه بين الابزوربنس والكونسن والويف والويف لينث. خلاص. اجيب concentration suitable واقعد ايه اقيس عند different wavelengths واطلع اللمبه ماكس بتاعتي. خلاص. بعد كده اعمل calibration curve. الكالبريشن كيرف ده هو علاقه بين الابزوربنس والconcentration different. لو هعمل مولر concentration هطلع الابسلون، لو هعمل جرام بيرسنت
هطلع ال A1% 1 سنتيمتر. لو هعمل اي حاجة جرام بير لتر زي ما هتطلع عندي، هطلع ال A الصغيرة اللي هي ال absorptivity الصغيرة، وبعدين احولها زي ما انا عايز، احولها الى A1% 1 سنتيمتر او الابسل. خلاص، يبقى دي بالنسبة للكوانتيتيف اناليسيس زي ما انت شايفها. وطبق على طول بعد. خد بالك، لو انا هعمل ابزورشن كير او الكاليبريشن كير لازم على بيور سبستنس، مواد نقيه، مواد ستاندرد، سبستنس. بعد كده اجيب الانون بتاعي واقيسه بقى من الايه، اقيس الابزورشن واطلعه من الكاليبريشن كير او اطلعه من المعادله. خلاص كده. نيجي بعد كده ايه الديترمينيشن اوف ايه بقى، ده لو سنجل كومبوننت يبقى عرفت سهل حكايته. طب امال هو تباوت لو هو ايه مالتي كومبوننت ميكتشرز، يعني عباره عن باينري ميكتشرز، مثلا اف اكس اند واي، اكس اند واي الاثنين مع بعض زي برمنجانيت ودايكروميت مثلا محطوطين مع بعض، هل ممكن فعلا اعمل لهم كده؟ اه طبعا ممكن. ازاي؟ هروح اقيس ده كل واحد لوحده من الستاندرد سوليوشن بتاعه، واطلع الايه، واطلع الثوابت بتاعته اللي هي الايه الابزوربتيفيتي اللي هي الايه الصغيره بتاعته، اطلعها عند كل واحد بتاعته، اطلعها عند الماكسيمم ويفلينس بتاع كل واحد. يعني هجيب البرمنجانيت وهطلع الايه الابزوربتيفيتي بتاعتها عند الماكسيمم ويفلينس بتاع البرمنجانيت، والماكسيمم ويفلينس بتاع الايه بتاع الكروميت، وهجيب الكروميت هطلع الابزوربتيفيتي بتاعتها عند الماكسيمم ويفلينس بتاع البرمنجانيت والماكسيمم ويفلينس بتاع الكروميت. يبقى اصبح كل ماده عندي لها كام ابزوربتيفيتي، لها ايه 2 عند التو ماكسيمم ويفلينس، يبقى عندي 4 اهو، ايه 4 ابزوربتيفيتي. خلاص، بعد كده هجيب الميكتشرز بتاعي واقيسه مره عند الويفلينس بتاع البرمنجانيت ومره عند الويفلينس بتاع ايه الداي كروميت، ده الميكتشرز. خلاص، بعد كده هروح معوضه في الايكويشن اللي احنا هنشوفها. طب نيجي نبص للكيرف في الصفحه الثانيه، ادي الكيرف اهوت في صفحه 41، ادي الكيرف بتاع اكس وبتاع واي. خلاص، لو الاثنين مع بعض حطيتهم على بعض يبقى ادي هنا بتاع، ادي التداخل بتاع واي حبه صغيره داخله اهي عند اكس بيزيد، يبقى اكيد الابزوربنس بيزيد عند بتاع اكس بيزيد شويه اللي هم الداخلين بتوع واي فيها. طب لو ضيف لو التاني بقى، لو عند لو جيت اكس اس واي هلاقي ايه اكس داخله فيها شويه صغيرين، يبقى بيزيد بردك عند الماكسيموم وفلنس بتاع واي بلاقي زياده شويه. خلاص، لما اجي بقى بطلع اقيس عند الواو الواي 1 اللي هي الماكسيمم ويفلنس بتاع اكس اهي، يبقى بتساوي ايه، بتساوي الاثنين بتاع اكس الابزوربنس بتاع اكس زائد الابزوربنس بتاع ايه بتاع واي عند الويفلنس ايه الاول بتاع اللي هي 1. خلاص، ونفس الحكايه لو اجي اعوض عن الاي 1 اكس والاي 1 واي بالابزوربتيفيتي اللي هي ايه انا طلعتها من الاول. خلاص، ونفس الحكايه دي، انا مش بطلب الحاجات دي منك، انا بطلب في الاخر الايكويشن اهو. انا بطلع زي ما قلت لك، بطلع الثوابت الاربعه وبطلع الابزوربنس بتاع الاثنين. خلاص، واجي على الميكشر اقيسه بقى. خلاص، اقيسه مره عند الويفلنس دي ومره ايه وعند الويفلنس دي، واطلع الكونسنتريشن من التو ايكويشن اللي تحت قدامك اهو باينين. خلاص، المقام ثابت، اللي فوق بس هو اللي مختلف. يا ريتك تحفظ التو ايكويشن زي ما هي. طب لو انا استخدمت عندي، لو كانت الماده بي اتش سنسيتيف، خلاص بقيس عند الايزوسبستيك بوينت وبشوف عند الايزوسبستيك بوينت، بطلع الاي ايزوسبستيك بتاع الميكتشرز. خلاص، من الايه من الايكويشن الاخرانيه دي. نيجي بعد كده نشوف الديترمينيشن اوف بي كي اي. انت عارفين البي كي اي اللي هي ايه، اللي هي الحاجه اسمها اللي هو الايونيزيشن كونستانت في ويك اسيد او ويك بيز بتاع انديكيتور بتاع الحاجات دي كلها. انا زي ما انت شايفها، لو انا عندي الاتش بي اللي هو الويك اسيد اهوت
دعاي مثلا او اي حاجه، عايز اعين البي كي اي بتاعته خلاص. فانا لو هو بيتاين بيبقى التاين بتاعه رايح جاي، بيديني اتش زائد ايه بي خلاص. طب الكي اي بتاعته بتساوي ايه؟ مش بنشوف الكونسنتريشن بتاع الاتش والبي مضروبين في بعض على الكونسنتريشن بتاع اتش بي، ده الكي اي بتاعته اللي هي الايه ايونيزيشن كونستانت بتاعته او البي كي اي بتاعه، ده الكي اي بتاعته. طب البي بقى احنا بنقول البي ماينس لوج الايه الايه ماينس لوج، يبقى ماينس لوج كي اي بتساوي ماينس لوج هيدروجين ايون كونسنتريشن ماينس لوج البي عشان على الاتش بي، على ايه الاتش بي خلاص. طيب بقى معنى كده ماينس لوج كي اي اللي هي البي كي اي هتساوي ايه؟ ماينس لوج هيدروجين ايون كونسنتريشن اللي هي عباره عن ماينس لوج بي خلاص خلاص على الاتش بي، على ايه الاتش بي خلاص. يبقى ماينس لوج هيدروجين ايون كونسنتريشن اللي هي البي اتش بتاعته خلاص. يبقى كده اصبح عندي في عندي البي كي اي بتساوي البي اتش ماينس لوج بي على الاتش بي كونسنتريشن خلاص. طب لو عملت انا يبقى في الحاله دي ان انا لازم اطلع ايه؟ انا عندي هنا بقى لازم انا عشان اطلع البي كي اي هطلعها بدلاله البي اتش. يبقى معنى كده البي والاتش بي الاتنين دولت عايزاهم ايكوال اتش اذر، ازاي؟ من المعادله اللي فوق يساوي واحد عشان لوج واحد بزيرو. يبقى في الحاله كده البي اي كي اي بيساوي البي اتش خلاص. طب نيجي نشوف كده هنعمل عشان اطلع البي كي اي، عشان اطلع البي اتش، وعشان اطلع الاتنين دولت بيساوي اتش اذر خلاص. يبقى في الحاجه في الحاله دي انا عندي البي والاتش بي، يبقى هجيب البي والاتش بي واطلع الماكسيمم ويفلنس البي اللي هو هيبقى في الكلاين ميديوم عشان يتأين، والاتش بي في اسيديك ميديوم، واطلع الويفلنس بتاع ده هنا والويفلنس هنا، دي لمبه 1 ولمبه 2 خلاص. دي عينت التو ويفلنس، جاست ان انا عينت التو ويفلنس بتاع الاثنين، هبتدي بعد كده هعمل علاقه بين ها بين الديفرنت بي اتش بقى، الديفرنت بي اتش هشوف الابزوربانس بتاع الاتش بي خلاص عند ديفرنت بي اتش خلاص. ما انا عايزه اشوف البي اتش بقى اللي عندها بيساوي الابزوربانس يبقى واحد ما بيتغيرش. يبقى هنا هشوف الابزوربانس خلاص اللي هو عندها الاتش بي بتساوي البي، الاتنين زي بعض، يبقى ده الابزوربانس واحد. البي اتش دي كام؟ بجيبها من الكيرفين بعد ما اقيس الاتش بي الديفرنت بي اتش، بقيس البي الديفرنت بي اتش، وبشوف التقاطع بتاعهم الاتنين اللي هو الاي بيساوي اتش اذر عندها الاتش بي بيساوي البي، وبشوف البي اتش كام، وهي دي بتساوي البي اتش دي اللي هي بتساوي ايه يا ولاد؟ بتساوي البي كي اي. يبقى انا هنا قدرت اعين البي كي اي. طيب نيجي بعد كده نشوف هنعمل ايه. هنشوف عندي هنا الديترمينيشن اوف كومبلكسيشن ريشيو، خد بالك من الحته دي اللي هي ستوشيومتريكالي اللي هي الريشيو بتاع اي تو كومباوند مع بعض زي الكومبلكس فورميشن، لما كنت الميتال مع اي اورجانيك كومباوند وكان بيعمل كومبلكس لو لون او كده، او وبقيس الكالر بتاعه، ولازم اشوف قد ايه من الميتال اتحد مع قد ايه مع الدراج ده خلاص، او اسمها الكومبلكسيشن ريشيو، او اسمها الاستوشيومتريكال بتاع الرياكشن حصل قد ايه مع قد ايه خلاص. طبعا ده لازم يبقى مولر والمور، يبقى هعمل 2 مولر سوليوشن، 2 مولر سوليوشن فور اكزامبل الميتال مولر، وهعمل هحضر مور نفس المولر سوليوشن هحضره من الماده بتاعتي الدراجز خلاص، يبقى الاثنين مع بعض. طب وبعدين هعمل منهم بقى سيرز، هخلطهم على بعض، لما اجي هخلطهم على بعض هعمل ايه؟ الترناتيف، يعني فور اكزامبل هجيب 10 فلاسكات صغيره
كل واحدة 10 ملي مثلا، 10 فلسكات صغيرة، هحط في واحدة هملاها كلها من المتر، وبعدين هاجي التانية هحط فيها 9 بس، وهقل شوية لحد ما اوصل للأخرانية خالص تبقى ايه فيها مثلا 1 ملي خلاص. وهاجي اكمل بقى كل واحدة بالعكس، هروح حط على ال1 ملي دي 9 من الدراج، واعمل كومبلمنتري لحد ما اكملهم ل10 ملي كلهم. يبقى انا كده خلطت بنسب مختلفة خلاص، وابتدي اقيسهم كل واحد، اقيس عند الويف لينث لو في عندي، اقيسهم عند الويف لينث مفروض اللي هو الويف لينث بتاع كل واحد، وهقيسهم عندها وابتدي اشوف الكيرفات. يبقى اهم حاجه في الجوبس ميثود دي اسمها جوبس ميثود، وابتدي هشوف زي ما انت شايف اهو كيرف في صفحه 44، عاد عندك الاي اهيت كابزوربس، وادي الام الميتال مع الليجنت، وادي الكومبلمنتري الريشيو من 1 ل 10، والتاني من العكس بتاعها من 0 ل 10 الليجنت. وببتدي اقيس كل واحده مثلا في الاولانيه بقيس عند الميتال وبشوف، وبعدين وبقيسهم تاني عند الويف لينث بتاع الليجنت. لو الاتنين اتقابلوا في نقطه، يبقى النقطه دي اللي هي بتساوي الريشيو بتاعتهم الاتنين. لو اتقابلوا في نقطة، لإما النقطة تبقى لها تحت لإما فوق، ببص ألاقي فيه كومبلكسيشن أهو، أو كومبلكسيشن من فوق، أو النص اللي فوق ده لو مشوا الاتنين وسط بعض كده يبقى مفيش هنا كومبلكسيشن، يبقى دي اسمها جوبس ميث. طيب آخر أبلكيشن عندنا اللي هو الديتكشن أوف امبيوريتيز. أه طبعا، لان الدراج لو هو ستاندرد له ماكسيمم ويفلنس معين. طب لو الدراج ده فيه امبيوريتيز تانية، اللي مش قلنا الماكسيمم ويفلنس دي لاما هترتفع لفوق هتزيد شوية خلاص، يبقى هذه يبقى هشوف، يبقى عندي لو انا عندي ريفرنس سبستنس اللي هي ستاندرد هقيسها، اجيب السامبل اقيسها عليها، لو كانت متغيرة لفوق او لتحت يبقى معنى كده فيها زيادة حاجات امبيوريتيز. طب عشان اعين نسبة الامبيوريتيز دي، في طريقتين عشان اعين نسبة الامبيوريتي. اول طريقة اسمها الامبيوريتي اندكس، الاي اي امبيوريتي اندكس، اي اي امبيوريتي اندكس. ازاي؟ بجيب الكيرف التاني والكيرف الاولاني، بختار نقطتين، نقطة اللي هي الماكسيمم خلاص، اللي هي الابزوربانس 1 والابزوربانس 2 خلاص بتاع الامبيوريتي اللي هي داش، يبقى A1 و A2 داش خلاص. وبشوف نقطة تانية اللي هي مثلا ويفلنس تانية اللي هي ويفلنس 1، وباخد عندها 2 ابزوربنس، ال A1 اللي هو بتاع الستاندر، وال A1 داش اللي هي بتاع السامبل خلاص. وببتدي اشوف ليه، طب ليه باخد نقطتين؟ طب ممكن اخد نقطه واحده. طبعا لو الماده بيور مع بيور هيبقوا الاثنين الكيرفين على بعض، انما طالما في فرق يبقى معنى كده ان هما في امبيوريتي. طب النسبه بتاعتها ايه؟ عشان انا باخد نقطتين على بعض، بدل ما اخد نقطه ونقطه ويبقى في عندي نسبه ايرور، ها لو انا قست دي شويه من هنا ولا شويه من هنا، لا ده انا بقول باخد حته على بعضها، هاخد ايه، هاخد حتة على بعضها من الكيرف على حتة على بعضها من الكيرف. يبقى ببتدي اشوف ايه بقى لو الاتنين على بعض، يعني حطيت ال A1 على ال A2 واحد نقص وطلعتهم من ال A1 خلاص، طبعا الاكبر هيبقوا الداش، يبقى ال A1 داش على ال A2 داش ناقص ال A1 على ال A2. لو كان الاتنين بتاعتهم الاتنين بيطلعوا زيرو، ها يبقى معنى كده المادة بيور. يبقى لو هما لو الـ II equal 0 يبقى كده المادة 100% بيور، لو في difference يبقى دي نسبة الامبيورتي. طيب يبقى دي الـ IR. طب في حاجة طريقة تانية؟ اه في طريقة، بدل ما اطرحهم اقسمهم على بعض. لو انا قسمتهم على بعض هيبقوا equal 1، لو هما على بعض قد بعض هيبقوا equal 1. يبقى في الحالة دي لو هما equal 1 قسمتهم اسمها spectrophotometric impurity index، اسمها ايه؟ spectrophotometric impurity index. وده بالنسبة لإيه يا ولاد؟
للجزء بتاع الابليكيشن. وبكده خلصنا الجزء بتاع الاسبوع.